بعد مرور أكثر من 100 عام على افتتاحه، يعود مبنى غرناطة التاريخي بمصر الجديدة في أجمل حلله، يحمل رسالة لحماية الأرض والتوعية بقضايا المناخ، وذلك عبر عدد من المعارض الفنية وورش العمل والندوات ضمن مبادرة الأرض What on Earth. المعرض بيوجه رسالة لمصر ولأهل مصر والعالم كله إن الفن والثقافة هي اللغة اللي تقدر نتكلم فيها على كل حاجة بتمس حياتنا، وأعتقد إن قضايا البيئة والتغير المناخي أكتر حاجة النهاردة مطروحة للنقاش، وإحنا كلنا حاسين بالتغير يعني بشكل ما بيزيد أكتر وأكتر. تحت عنوان الاستدامة المستقبل، يستضيف المكان أول معرض من نوعه بمشاركة أكثر من 100 عارض، بالإضافة إلى تقديم 12 عملاً فنياً مركباً لعدد من المبدعين والفنانين والمصممين المصريين. بنشارك النهاردة يعني من ضمن 100 عارضين تانين، أنهم هدفهم يحافظوا على البيئة وما يأثروش بشكل سلبي على الأرض، واحنا كمان بنضيف ان احنا بنحافظ على الحرف اليدويه اللي موجوده في مصر كلها في كل محافظات مصر. لازم نفكر في بكره، ولازم نفكر ان احنا نعيش ونشم هوا حلو ونعيش في مجتمع كويس، فلازم كل واحد بقى عنده شركه او عنده مصنع او شغال في كيان خاص او حكومي او ايا كان، يقدر بحاجه بسيطه جدا يفكر في بكره من استخدامه. الطبيعه بتسترد حقوقها تاني، فكل الحاجات اللي احنا استخدمناها كنا بنطلع من جواها، حتى تلفزيون، كمبيوتر قديم، تايب رايتر، اي حاجه، الزرع بيخش تاني بقى جواها وبيطلع كانه بيسيطر او بيقول انا ده اصلا كان مكاني من الاول. مبنى غرناطه بمصر الجديده كان منصه لحضور سباقات الخيل من قبل الملوك والامراء، وتم افتتاحه عام 1910، وتم به تصوير العديد من الافلام السينمائيه مثل لعبة الست وورد الغرام. الأرض مبادرة تصحب زوارها في رحلة من التاريخ إلى المستقبل عبر بوابة الفن، ومن مبنى غرناطة بمصر الجديدة تقدم رسالة بأهمية الحفاظ على البيئة والتوعية بقضايا المناخ. مينا حبيب، قناة الغد، القاهرة.